تقدر تقول لنا التشكيل اللي ممكن كابتن حسام البدري يبدا بيه مباراه كينيا القادمه؟ في عناصر طبعا لا يعني لا غنى عنها، يعني انا هذاكر معاك وهقرا معاك عشان نحط التشكيل مع بعض. بص حضرتك حراس يعني المرمى الشناوي طبعاً. يعني ايه ربنا يحفظه طبعا رقم واحد تمام. هيبقى هنا بقى محمد هاني و عندنا محمد هاني، وفي يعني على مستوى الباك اليمين في عمر جابر يعني انا او احمد ايمن منصور. احمد ناحيه الشمال يعني احمد ناحيه الشمال طيب. احمد بيلعب سيرد باك وبيلعب باك شمال طيب. لكن باك اليمين عندك محمد هاني وفي عمر جابر. انا اعتقادي لو جه احمد حجازي هيبقى احمد حجازي سيرد باك تاني ماشي، والونش التاني يبقى محمد هاني احمد حجازي الونش وباك شمال. باك شمال هتبقى ما بين في الغالب ممكن يبقى ايمن اشرف. طيب هو طبعا منتخب مصر كمان بيلعب 4-2-3-1، الاثنين الديفندر الموجودين عندنا في وسط الملعب عندنا طارق حامد، عندنا عمرو السوليه، عندنا حمدي فتحي. النني حجز مكانه النني يعني لو حجز لو جه النني النني بمستوى الرائع واداء رائع يبقى النني موجود. هيبقى هنا في ثلاثه، مين يلعب بقى جنبه جنب النني؟ انا بقول لك هو في ثلاثه هنا هتصاروا مع بعض. انت عايز ايه بقى من اللي هتلعبه؟ اداؤه ايه؟ عنده ادوار هجوميه ولا عنده ديفندر قطع الكوره وخلاص وسلم واستلم؟ طب دي الادوار بتاعت النني. النني دلوقتي لا ده انا بكلمك على الثلاثه. النني خلاص ماشي، انت عاوز واحد في ظهر النني واقف، عايزين اللي هو واحد من الثلاثه عمرو السوليه وطارق حامد وحمد فتحي. بالظبط. طبعا طارق حامد هو محافظ على تشكيلته في الفتره اللي يعني الفتره اللي فاتت مش حاليا، لكن انا شايف برضو طارق مستواه في الفتره الاخيره في المنتخب في معناه الزمالك برضو قل، مش زي الاول، لانه المركز ده متعب ومجهد وبياخد وقت. ايوه فاعتقد ممكن، بس يعني اعتقد انه هيبقى يعني رغم انه وجود حمدي فتحي والسوليه يعني، بس اعتقد ان طارق حامد هيبقى موجود. بتقول طارق حامد على اساس ان يدي حريه انطلاق ليه؟ يدي للنني طبعا ينطلق بس يعني كمان حمدي يقدر يقوم بالدور ده وعمرو السوليه. انا بقول لك اهو، لكن تمام لو انت عايز ادوار هجوميه وحد ساعه، انت شايف ان علشان النني يبقى طارق حامد تمام. على مستوى الاربعه اللي بيلعبوا قدام، خلينا في راس الحرب الاول، انت شايف لو مصطفى محمد جه خلاص، مصطفى محمد هو لو موجود يبقى مصطفى محمد خلاص. لو ما جاش مصطفى محمد هتبقى واحد من اثنين، يا احمد ياسر ريان يا محمد شريف. يا احمد ياسر ريان يا محمد شريف وحسام حسن بعديهم تمام. خلينا نقول يعني ان مصطفى محمد يعني موجود. مصطفى محمد موجود خلاص، هو الاساس. يبقى مصطفى محمد الثلاثه اللي تحت مصطفى محمد رقم 10. لا رقم 10 معروف قفشه طبعا. طبعا قفشه. ها قفشه يعني يعني بأمانة شديدة محتاج يعني ايه لما بيبقى رايق وبتاع ما شاء الله ماشي كويس قوي كتير. هنا انت عندك اثنين، عندك اثنين الطرفين، طرف يمين وطرف لو جه قائد الفريق، لو جه محمد صلاح ان شاء الله يعني. باذن الله محمد صلاح يبقى هنا ايه. عندك الناحيه الثانيه ممكن يبقى تريزيجي خلاص انت حليت. طب ما جيش صلاح وجيه تريزيجي ماشي، ما جيش يعني جيه تريزيجي مثلا او تريزيجي ما تهيردش فلوس او صلاح حصل، هيبقى عندك احمد سيد زيزو مظبوط، ويبقى عندك الناحيه الثانيه ممكن مثلا لو جيبه تريزيجي يبقى خلاص، يبقى انت حليت يعني. ما هو الناحيه الثانيه هيحل لك محمد فاروق بيلعب الناحيه اليمين وناحيه الشمال. بص مصطفى فتحي هيبقى صعب انك تبدا بيه، ده اول تجربه ليه مع المنتخب. هو هل هو ممكن مثلا يغير طريقه لعبه؟ ولو مصطفى محمد ممكن يلعب محمد شريف مثلا على طرف، ما تعرفش. هل يلعب باثنين راس حربه؟ ما تعرفش. قال لك محمد شريف في مباراه توج الاحرز فيها ما كانش بيلعب راس حربه، كان بيلعب طرف. انا بكلمك اهو، ممكن يبقى ايه في الحاله دي هو نفس المعنى. انت شغلك مع توج، انت بغت توج ايوه ها في الفراغات اللي انت استغلتها ولعبت عليها والسرعات او السرعات، ما هي دي اللي بتحل لك مشاكل. صحيح. هو ده مجمل تشكيل منتخب مصر يعني، اعتقد انه هو ده الاقرب يعني الكابتن حسام في الفتره. لما يقول لك المحترفين بيديك الوضع مختلف، بتبقى الاختيارات كمان محسوبه بالورقه والقلم وضيقه قوي، وبتبقى انت عارف عاوز ايه من اللعيبه اللي انت بتختارهم من 11 مباراه. يا ريت الملعب كان فيه 22 لكل فريق، كان بتبقى الوضع مختلف. لكن عاوز اقول ايه، بامانه شديده بتبقى ضغوط كبيره جدا على الاداره الفنيه وعلى المدير الفني في اختيارات اللعيبه.
فعاوز اقول ايه؟ انه كل مدير فني بتبقى له حساباته، وكل لعيب بدل ما يشغل نفسه بما تقوله السوشيال ميديا او الكتابه عليها او توجيه رسائل، لا اوجه الرساله من المستطيل الاخضر واثبت وقول له انا اهو انا، وخلي النقاد وخلي المتابعين وخلي الجمهور هم اللي يدافعوا عنك، مش انت مش انت تلجا، لانه هذه الاساليب بتقطع. خلاص باتت السوشيال ميديا غالبيتها تقطيع لاواصر العلاقات، يعني ايه كل واحد منفعل بحاجه فبياخد بيضرب كلمتين وبعد ما يقول كلمتين ويندم يا ريتني ما عملت كده. لكن انا عاوز اقول لك لا، الامور لا اختيارات بامانه منطقيه فعلا، ومفيش افضل من كده، ومفيش حد يعني في الدوري يعني مكسر الدنيا هو ما خدهوش. لا هو هم دول الاقرب، واللي زعلوا بقول لهم لا يعني اكيد هيبقى لكم دور، يعني اعتقد ان حسام هيبقى عنده يعني اكيد. خلي ودايما رساله طبعا لكل اللعيبه، خلي الردود دايما تبقى في الملعب من خلال مستواك، من خلال ادائك مع فرقتك، وهو ده الطريق الوحيد لوصولك لمنتخب مصر.